ثم توقفت المرحلة. عدنا مرة أخرى في 2004 و2005 وبدأنا مرحلة جادة من الإصلاح الاقتصادي، ثم صادفنا الأزمة العالمية في 2008، حصل تراجع، وأخيرا بدأنا المرحلة الأخيرة في من الإصلاح والموجة الإصلاح في 2016. وإلا في كل مرة نعود إلى الوراء خطوات كثيرة ونبدأ من الصفر مرة. بالتالي الدرس الأساسي اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيه، طالما اننا بدأنا علينا ان نكمل المسيرة بالرغم من الصعوبات التي نؤكد عليها. لا شك ان هناك ايجابيات كثيرة حدثت خلال العامين الماضيين. لا شك ان معدل مستوى شبكة التضامن الاجتماعي شهدت طفرة غير مسبوقة. لا شك ايضا اننا في قطاع النقل، في ايضا قطاعات اخرى، قطاع المصرفي لا يزال متماسكا، وربما هو من القطاعات الهامه جدا اللي بدا فيها الاصلاح الاقتصادي وظل مستمرا وبدا فيها الاصلاح الهيكلي والمؤسسي في 2004. واعتقد ان القطاع المصرفي على وجه التحديد حافظ على تماسكه